البطوله هذه كتجيب عند النجاح ديال الدوره السابقه في بطوله كاس العرش اللي كانت نظمات في شهر 7 2022. ودابا هذه البطوله الوطنيه الاولى الجامعه الملكيه المغربيه كترفع التحدي بانها باغا توصل للعالميه عن طريق تنظيم هذه التظاهرات الكبرى اللي غيكونوا على الصعيد الوطني. وفي نفس الوقت هذه البطوله غتعاوننا باش نكونوا منتخب اللي غيكون منتخب تنافسي اللي غادي يقدر يشارك على المستوى الافريقي والعربي وكذلك المستوى الدولي. وفي الاخير كنشكر الناس اللي ساهموا في تنظيم هذه التظاهره هذه، راسهم رئيس جامعه مقاطعه الصخور السوداء وكذلك المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الايكيدو الكيندو والجودو اليدو، وعلى راسهم السيد الرئيس عبد الحميد الحميدي الادريسي. اليوم اول لقاء كان عندنا مع الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الانكيبوكاي، وكنشكر الجامعه على هذه المبادره هذه وتبارك الله عليكم وشكرا، جد رائعه ومنظمه مزيان. وكنشكر الاستاذ ديالنا محمد مهدي حاده. رياضه الايكيدو كتعتمد على حركه الدفاع عن النفس بابسط الطرق، ما كتحتاجش القوه ولا بمجرد كتخدم على القوه ديال الخصم. انا كيما مشاركه في هذه البطوله ديال الايكيدو، وصاحبتي الايكيدو كتعجبني بزاف، كتجيني رياضه كدير الهجوم على الدفاع عن النفس والسلميه كاع ما خايبه بزاف، كتجيني رياضه زوينه. انا اول مره نشارك في المسابقات عندي مزيان، انا بغينا اللي بطله في الايكيدو في المغرب.